وهيبقى فرصة معايا الحقيقة أستاذ محمد مختار علشان نعرف عن منه تفاصيل كتيرة. بشكرك وبرحب بيك أستاذ محمد مختار، أهلا بحضرتك فن. مساء الخير فيها. مساء الخير، أهلا بحضرتك فن. دينا كده فكرة عن اللي هيحصل وهيتم انتهاءه في سوهاج تحديدا في شهر أكتوبر اللي جاي. مشروعات سوهاج هي مشروعات بتنفذ طبقا لبروتوكول موقع في يونيو 2019. كان الهدف منها ان احنا نستهدف ثلاث قرى من القرى الاكثر فقرا في محافظه سوهاج وبالتحديد في مركز طهطا. نعم. الهدف منها ان احنا نعمل مشروعات التنميه المتكامله، وهنا بقصد بنتكلم على مستوى الوحدات الصحيه، الوحدات البيطريه، بنتكلم على مستوى المدارس، بنتكلم على مستوى مراكز الشباب، بنتكلم ايضا على تدريب المعلمين وايضا تاهيل المنظمات المجتمع المدني او الجمعيات الصغيره على كيفيه توصيل الخدمه للفئات الاولى بالرعايه في هذه القرى. احنا بصدد الانتهاء من تطوير مدرستين في قريه عرب بخواج بمركز طهطا. يعني المدرستين على العام الدراسي القادم هيبقوا داخلين الخدمه الجديده. مظبوط، بكامل تجهيزاتهم، بالاساس بالادوات الخاصه ب يعني تحسين ادوات توصيل المعلومه بالنسبه للمعلم، سواء السبوره الالكترونيه او تجهيز المسرح او غيره، كل ما مسرح؟ هو يتعلق بالتصوير. قول لي تاني. طبعا. مسرح؟ طبعا طبعا مسرح. طبعا والمكتبه داخل كل مدرسه بيتم تطويرها. هي الفكره احنا لما بنقول تنميه متكامله هيبقى في مكتبه في زي ما كان في مدارسنا احنا زمان كده، مكتبه في المدارس اللي حضرتك قلت عليها دي في احدى قرى سوهاج، وكمان هيبقى في مسرح. طبعا طبعا. هاي. كمان احنا بنراعي مساله الالوان، يعني هي الفكره مش احنا بنتكلم على قريه نائيه او صعب نجح. يبقى في ملاعب مش كده يا استاذ محمد؟ لا طبعا موجود ملاعب. موجود في المدارس؟ ملاعب على اعلى مستوى طبعا. في المدارس؟ طبعا. تمام. احنا يمكن مارس الماضي افتتحنا مدرسه الشيخ زين الدين دي بمركز ضغط ايضا ضمن المرحله الاولى. نعم. كل مدرسه بنفتتحها لازم بيكون فيها ملعب، بيكون فيها معامل مطورة، بيكون فيها مسرح، بيكون فيها مكتبة، علشان احنا بنحط حد نهائي لتدني مستوى المدرسة سواء الانشائي او من حيث التجهيزات. كمان على مستوى الوحدات الصحية احنا يمكن خلصنا الوحدة الصحية، وقبل ما نخلص اعمال الافتتاح احنا سلمناها لوزارة الصحة عشان ظروف كورونا، وهي شاركة الحمد لله في توفير الخدمة الصحية لأهالي قرية الشيخ زين الدين. لكن هي بإذن الله خلال الفترة اللي جاية مع الافتتاحات المرحلة الثانية هتكون موجودة معنا. أيضا عندنا مراكز شباب سواء في الشيخ زين الدين، سواء في السوالم، سواء في عرب بخواج. كمان عندنا 30 بيت من الأسر اللي هي أشد فقرا داخل هذه القرى تم استهدافهم علشان يتم رفع كفائتهم. احنا عارفين ان احنا بنستقبل فصل شتاء شديد شوية. نعم. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسرع الوقت عشان نوفر سكن كريم للأسر. تمام. انا فرصة حضرتك معايا، وانا هكلمك بمنتهى الصراحة، وانا مش عارفة الحقيقة هلاقي اجابة عند حضرتك، مش مطلوب منك انه يبقى في اجابة، لكن انا ليه بقول لك ده؟ بقول لك ده لانه عندي شكاوى ومشاكل لناس كتير على صفحة البرنامج استاذ محمد. تواصلنا مع مسؤولين، تواصلت مع مسؤولين وبعت الشكاوى بتاعت الناس للمسؤولين على تليفوناتهم، منهم ناس بعت لهم الرسائل من على تليفوني، ده غير طبعا شغل الاعداد اللي كل شوية بيبعتوا الرسائل. تحديدا بتكلم على مشاكل الناس الصحية، وتحديدا بتكلم على وزارة الصحة. الحقيقة ما جاليش أي استجابة، لأنه أو أي رد بمعنى أدق، لأنه الناس بعت إلا العيا ما ينتظرش إنه المسؤول يتأخر. يعني أنا عارفة إن شغل المسؤولين تقيل وكتير وكل واحد الحقيقة في وزارته بيعمل شغل كتير جدا، لكن كمان في ناس تعبانة، في ناس غلابة، مريضة، يعني أنت بتتكلم في غلبان ومريض، فبالتالي ده اعتقد انه محتاج استجابه بشكل سريع. والله مش بورطك، يعني
يعني مش بوراتك قوي يعني عشان بس ما بقاش حلفت كذب يعني. لكن مثلا عايز اقول لك انه في الاستاذ محمد الصديق امير ده بعد بيقول لي ان هو زعلان مني جدا، وبيقول لي ان انت اديتينا امل في ان احنا ممكن نوصل للمسؤول وما ردتيش عليا. انا بعتذر لك، انا ما ردتش عليك، لكن انا من يومين قلت لك انا هبدا اقول مين من المسؤولين اللي ما ردش عليا علشان اوصل حضراتكم بيهم. وانا النهارده كنت صادقه وقلت فرصه معايا الاستاذ محمد مختار النهارده واقول له الكلام ده. الشكوى بتاعته يا فندم، ابنه عنده 17 سنه لو انا فاكره، ايوه 17 سنه، عنده محتاج عمليه في ايده. العمليه تكلف 13000 جنيه. هو ما معهوش فلوس. بيقول ده كسر كبير في الايد. هل صندوق تحيا مصر، وبعد تليفونه، هل صندوق تحيا مصر، هل دي من الحالات اللي ممكن يتعامل معاها؟ مثلا انا بدي لحضرتك. شوفي حضرتك مدام عزه، احنا وظيفتنا ان احنا بنتواصل مع كل منظمات المجتمع المدني عشان نتقاسم الادوار. اي شيء بيكون غير منوط بمصر، اكيد حضرتك عارفه ان كل منظمات المجتمع المدني بتتشارك معانا. نعم. في كل المجالات. نعم. عشان كده احنا من فضلك ابعت لنا تفاصيل المشكله بتاعه الولد. هي مش مشكله واحده، ده انا دي بس اللي رديت عليها، لانه ياسمين ادم عندها مشكله ان هي كاتبه وصولات امانه وبتقول يعني الحقوني انا هتحبس وانا عندي ولدين، وانا لو اتحبست محدش هيربيهم لانه كان جوزها من العماله المؤقته وساب شغله. فعندي مشاكل من دي لناس كتير، عندي ناس كتير تعبانه وحلتهم الحقيقه. ما بنقولش على نفسينا غير اللي نقدر نعمله، يمكن احنا متعودين مع حضرتك على كده. ده حقيقي. من فضلك ابعت لنا المشاكل اللي حضرتك شايفانا ان احنا منصفين بيها. نعم. وان احنا هنقدر نعمله اكيد هنبلغك بيه. اللي احنا أكيد. هنقدر نعمله هنتواصل مع بقيه منظمات المجتمع المدني، ونقدر نحط يعني حل سريع لاي معاناه اي مواطن، لان دي هي الفكره الاساسيه للعمل المجتمعي. احنا بنتكلم على نطاق صندوق تحيا مصر او نعم. اي حاجه منوطه بينا، لكن اي حاجه ثانيه للاسف انا مش هقدر ارد لحضرتك. اكيد يعني. لا اكيد انا وانا قلت ده في البدايه، قلت يعني مش مطلوب ان حضرتك تقول لي انا اقدر اعمل ده ولا ما اقدرش اعمل ده، لان انا عارفه الصندوق عليه شغل كتير، لكن على الاقل يعني كانت فرصه الحقيقه ان انا اشتكي للمسؤولين. بالعكس، احنا دايما بنرحب بالتواصل مع حضرتك، لان حضرتك بتبقي على تواصل دائم مع المواطنين على الارض. من فضلك ابعت لنا المشكله. حاضر. واحنا حاضر. اللي هنقدر بشكرك. نعمله بمنتهى الشفافيه هنقول هنقدر نعمله، واللي مش هنقدر نعمله هنتواصل مع باقي الزملاء في باقي مؤسسات المجتمع المدني. اشكرك استاذ محمد، شكرا جزيلا. بمناسبة